من منا لا يحب البحر؟ من منا لا يذهب إليه وهو مليء بالمشاعر السلبية والطاقة المنعدمة ليفرغ كل ما بجعبته ويشحن بطاريته من جديد؟ وجهتي كانت ميناء بحرون، لا أدري لما أردتها خلوة بنفسي لأراجع نفسي لأستمع إليها، فذهبت لأمشي على مرفأ الميناء. كان هادئا جدا، فقط بعض سكانه يعملون في صمت احتراما لهيبة البحر. نعم، للبحر هيبة تجبرك الصمت. وأنا أتأمل هدوءه يخرج قارب صغير للصيد محملا بالأسماك، ليست بالكم الهائل لكن تكفي قوت صاحبها، متعبة ومنهكة هذه المهنة. على رصيف الميناء عجوز يخيط الشباك ويرقعها، أكيد استعدادا لرحلة أخرى يصاحب فيها البحر. سأسركم أمرا، أحب التمعن في الوجوه، هي تروي لك ألف حكاية وحكاية، كل تجعيدة تحكي الحياة الحقيقية بحلوها ومرها. قادني القدر إليها بدخول ذلك المطعم، سمعت صوتا يرحب بي، كان مليئا بالحنان، استدرت لأراه، تعرفت علي وأخالني كذلك عرفتها، كنت قد شاهدت ريبورتاجا عنها، رأيت في ملامحها قسوة البحر وغموضه كما رأيت هدوءه. إنها الصيادة كريمة، الصيادة الوحيدة على مستوى الجزائر، تستيقظ كل يوم لتذهب بقاربها إلى البحر وترجع بغنائمها مهما كانت قليلة أو كثيرة، وهي راضية قانعة بما أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه. صدقوني أحبتي، صدقوني أنني سعدت كثيرا بالجلوس إليها. تشعر في حديثك معها أن الحياة قست عليها لكن علمتها الكثير، حكايتها أغرب وأقصى من كل مسلسلات الدراما التي يغرقوننا فيها شهر رمضان. كريمة، كم أنت عظيمة، ابتسامتك بلسم شافي وكلامك الطيب يشعر السامع أن الدنيا لا زالت بخير. تذوقت أطباقها، ويا لها من نكهة رائعة، رغم بساطتها إلا أنها لذيذة. عدت من رحلتي وأنا أشعر أنني إنسانة جديدة، نفضت عني كل ما كان يزعجني أو يؤلمني، فرؤية أناس مثل كريمة وعم خائط الشباك يبعث فيك طاقة إيجابية. إن الحياة ليست سهلة وليست بسيطة، لكن يلزمها اللي يعرف كيش يعيشها. فشكرا كريمة، شكرا لهذا الدرس الذي تعلمته منك بطيبتك وشجاعتك وصبرك، شكرا من أعماق قلبي على كل ما قدمته لي، وأنا فخورة جدا بمعرفتي لك، ألف شكر وشكر. أنا قلت لها نعرضك أنا طيب لك في كوزينتي، صح يا ربي شحال تتقن طهي السمك وعلى بالي بلي تحبوه. قلت علاش ما نستفادوش من المعرفه اللي عندها بهذا العالم، هذا العالم الكبير والواسع نتاع الحوت نتاع السمك نتاع لي فري دو مير نتاع بريف. اليوم ان شاء الله راح نكونوا مع كريمه اللي تعرفنا عليها درك، راح نكونوا معاها نكتشفوا وصفات شابه وبنينه. ها كريمه وراها بلاتوني تاعها. اكيد، مرحبا حبيبتي. شكرا يا عيني. انا جد سعيده على هذه الدعوه. ربي يخليك حبيبتي، راكي بدارك يعيشك، دار اختك يعيشك حبيبتي، وراكي كيف كوزينتك يعيشك حبيبتي. شكرا. اليوم حبيت نعطي لكم وصفاتي، جبت لكم معايا اطباق بحريه من مدينه بوهارون. الله يبارك فيك. انا قلت لها الناس قاعده تموت على السوب دو بواسون، راح تعطينا السوب دو بواسون. انا كنت درتها في مسج شهرز، لكن انا يعني نعترف باللي ما عندي، نحب السمك ونعرف فيه شوي، لكن ما نعرفش كيما تعرفي انت بنت البحر، صياده ما شاء الله، وكبرتي مع السمك يعني تستنشقي السمك كيما نقولوا، تعرفيه روح قلبا وقالبا. راح نديروا مع بعض الاول وصفه سوب دو بواسون، يحبوها ويطلبوها، وكل خطره يقول لنا يقول لي اعطينا كيفاش نديروا. هي عندها مطعم في بوهارون ما شاء الله، نجمة البحر. ناكلوا عندها حوت تاع دار وتاع النفس، صدقوني يعني اكل ولا اروع. ودائما تقولوا لي اعطينا الوصفه اللي يديروها في لي بيشري كي نروحوا ناكلوا.
جبتها لكم من عيوني وهي الحمد لله لبت الدعوه وقالت لي والله ما نبخلكم وغادي نعطي لهم الوصفه كيما نديرها انا في المطعم اكيد كيما نعملها في مطعمي وفي بيتي نعملها نعطيها لحبابنا واخواتنا واصدقائنا ان شاء الله يستفادوا فقط الحمد لله. علي حبيبتي قولي لي نروحوا من الالف الى الياء. اكيد اكيد مكونات وصفه تاع السوب دو بواسون او حساء السمك تتكون من الاسماك اسماك مشكله. هذه فهمينا اسماك مشكله شو حنونا انا راح نديهم شويه بشويه قولي لنا باسكو كاين اللي يقول لك كيفاش نخيروهم واش نخير انا كي نروح ندير سوب دو بواسون واش نخير فيها. انت راح تقولي لي دروك هنا راه ما تستغربوش هاد القشور ماشي نسيناهم ولا عادي لا نستعملوهم نحتاجوهم غادي ندي قولي لي واش خيرتي في هاد هنا واش خيرتي هذا راسكاس. الراسكاس عندنا انواع تاع راسكاس. انا جبت هذا النوع تاع راسكاس وهذا نصيبوه بسهوله في المشي. كاين فقط بعض الباعه لما يقولوا له لما يجيهم زبون يقولوا نحتاج اسماك خاصه بالسوب دو بواسون ما لازمش يغشوا هذا راسكاس ولا سوب لازم يكون فيها راسكاس يعني السوب من غير راسكاس ما راح تطلع طيبه يعني ضروري راسكاس يكون فيها أوكي. فيها راسكاس فيها قالينات فيها الركا وفيها هذا الراسكاس نتعرف عليه هذا الراسكاس تاني هذا السال هذا السال ضروري ولا اختياري؟ لا اختياري لكن هو من عائلة الأسماك اللي نحطوها في سوب دو بواسون. هذا راسكاس نفس الشيء. اليوم جبت الأغلبية الراسكاس عندنا تاع الرمل ونتاع الصخور. وي وانت وين تعرفي الاختلاف بيناتهم بين الرمل والصخور؟ هذا الصخرة في اللون في اللون هذا الأسود يعيش في الصخور هذا في الرمل يعيش في الرمال. وهذا هذا كيف معاه نفسه ماشي راسكاس لا داكا الاغلبيه جبت راسكاس هذا واش قدرت اللي قدرتي لكن اذا كان حاجه لازم تكون فيه هي الراسكاس هي اختياري لكن لما يكون مشكل انواع مشكله من الاسماك تكون لا سوب ألذ وابن يعني واش تنصحيهم الى صاب راسكاس واش يديروا قد يديروا كاين راسكاس كاين مدام فرانسوا كاين غالينات كاين كون كاين قط البحر كاين ركا وكاين عدة أنواع نقدو نديرو لاريني في خويد ماغي يجو ولا ما يجوش فيه لا يعني مثلا عندنا حصة إن شاء الله نديروها إن شاء الله مستقبلا ندير لهم حصة أسماك سوب دو بواسون سوب دو كخافات لابيسك دو كخافات نبدو حبيبتي دوك هاد البواسون دوك درنا هنا الما يغلي نديرو هنا حطينا الما يغلي باش نربحو الوقت يكفي اوكي راح نحطو عندنا هادو الاخصان تاع هذا كرافس هذا عود كرافس الاخصان تاع البسباس الخارجي ما لازمش نرميوها نحطوها وهادو الاخصان تاع البسباس اللي الناس ترميهم انا ما نرمي حتى حاجه من المطبخ تستعمليها في عجب نستعمل كل شيء حتى ناخذ البنه نتاعها عندنا وهنا البسباس راه مقطع هذا من بعد أوكي. عندنا قشور البصل البصل ما راحش نرميه نستفادوا من هم راح يعطيني بنة نحطه هنا نفس الشيء عندنا ورق الغار الرند ورقتين عندنا خصن زعترة جوج خصن عصا زعترة حنا واش عندنا تاني عندنا نحطوا الاسماك اللي جبناها وحكينا عليها اوكي نحطوها كامل ومنقيه ماشي منقيه يعني البصل نتاعها قاعينهم وكاع منقيه نقيتها نظفتها دوك شحال عندك هنا كيلو تقريبا كيلو زياده اوكي والراسكاس غالي هذه تعطينا 10 اشخاص راسكاس غالي سمك هذا غالي يعني شوي شحال تبغوا الكيلو 80,000 90,000 على حسب دوك هذه نخليوها هنا تغلي دوك حبيبتي وهنا نديروا تاع الخضره هنا ناكدوا باللي الحوت راه منقي نظفته كلش وحطيناه هنا يعني ضروري تنقوه مليح لي زيكاين تاعو كاع اكيد هنا قديتي عليه تايسي راه يتمشى واش ديري ندير زيت عندنا زيت هنا شوف بلي عندنا بطاطا مقطعه عندنا جزر مقطع عندنا بسباس
ندير لك شويه بسباس. باهي. عندي طماطم كرافس قطع ورق نتاعو، عندي الحار هريسه اها بصل، عندنا بصل. دوك حبيبتي في حساء السمك كاين غير هاد النوع ولا كاين انواع عده؟ كاين انواع، كاين لا سوتا ميرلون، كاين لا سوتا ميرلون، كاين لا سوتا كروفيت، كاين لا سوتا روجي. اي كل سمك وحده، كل سمك وحده. اي حاجه تحبي تعملي منها سمك تقدري تعمليها. اش كنا نقدر ندير؟ عندنا البسباس. بسباس درتي؟ دوك انا درنا بصله طماطم بسباس، عندنا جزر زودية مقطعين كي من هاك عندنا حبتين كبار، حبتين جزر يغرموا. اها نقطر لك البطاطا، قطري لي هذيك البطاطا. عندنا الكرافس، كرافس مقطع الوراق نتاعو. اها الاغصان كنتي ديتيها؟ الاغصان استعملوها في مع السمك. عندنا الثوم نحطوه هكذا كيما راهو بالقشر نتاعو في البويون ولا في لا في الحساء مع الخضار؟ في الحساء بالقشر نتاعو. على القشر نتاعو نستفيدوا من القشر. داكور البنه تاعي يكون في بعد راح تطحني ولا ماكش راح تطحني؟ ايه نطحن كل شيء، نطحني كل شيء حتى القشر طحنيها. كل شيء كل شيء نطحنه. اوكي كل شيء نطحنه. درك يا احبابي حطت بصل، حطت طماطم، حطت جزر، حطت بسباس، واحد حتى تحط الكرافس ثاني ورقه كرافس، واحد تحط البطاطا ان شاء الله، والثوم بالقشر نتاعو. يعني عندنا الزعتره والرند، ورقتين تاع رند، النخسن تاع الزعتره، وعندنا السر تاع الحساء هو الارز، ملعقتين او ثلاثه رز. علاش سر؟ دوك نعطيك نقول لك علاش. لا سوب دو بواسون عاده كي نطحنوها يكون فوقها الماء، كي تقعد تكون دير هذيك طبقه تاع الماء. الرز ينشفها. يا سلام. اها يا سلام. هادي دوك عمرو هاد زوج معالق نتاع ماشي بزاف، زوج معالق، زوج معالق تاع رز دارتو. قالت لك باللي كي دير سوب دو بواسون يكون الماء يعوم بالفوق، سي سا. لا سوب دو كي تطحن، كي تطحني وتكون عندك جوج معالق تاع الاخر، هي راح تخلي لك باللي ينقص لك كميه تاع الماء وتجي لا تيكستور نتاعها تجي روعه روعه. يا عيني خلطنا كلش. شنو هي لا سبيسياليتي نتاع المطعم نتاعك؟ بواسون. نعم بواسون. شنو هي الحاجه اللي معروفه بيه؟ معروفه سوب دو بواسون بوالا كروفات. ياه اها يجي يشرب يجي ياكل. قلتي لي سلاد دو بول؟ سلاد دو بول. سلاد دو بول يجوا لها من بعيد. عندنا زعفران، عندنا زعفران 5 غرامات او 6 غرامات. بعد راح تحكي لي على البول باسكو بزاف يعانوا منه، يقول لك ما نعرفوش نطيبوه. مشكل يجي قاسح ولا كي الكاوتشو. ما يجيش بنين. قولي لنا على سلاد دو بول. نكمل هذا. هنا اش عندك؟ عندنا هذا راس الحانوت. راس الحانوت كده شوي، ملعقه ملعقه كبيره مليحه كبيره. عندنا قزبر ناشف، قزبر بودره، راس الحانوت، قزبر. عندنا عكري فلفل احمر، دائما عندنا ملعقه كمون. عندنا كمون فلفل حار، فلفل دريس. هادنا ما نكثروش شويه. هذا ضروري ولا كل واحد اللي ما يقدرش؟ ضروري ديري شويه فقط. ملح، وعندنا الملح ملعقه يكفي. هذا فلفل ابيض نحتاجهم بعد، تحتاجين بعد. وتخلطي كلش. نقلي كلشي مع بعض. دونك قلتي لي البول كيفاش نديروه؟ البول اولا ما نجيبوه من البحر لما يكون هكذاك جديد، يا اما تنظفيه وتحطيه في ساشي وتضربيه تعاقبيه. لازم يتعاق. جيبي الحلال، جيبي حلال تضربيه. علاه؟ اذا كنتي مستعجله باش يطلق روحه، اذا كنتي مستعجله باش طيبيه في نفس اليوم. اذا ما كنتيش محتاجته في نفس اليوم تنظفيه، تنحي له هذوك الاحشاء نتاعو في راسو، هذاك الشابو نتاعو، هذاك تقلبيه، تنحي له تفيديه وديريه في ساشي تحطيه في الكونجيلاتور يومين ثلاثه، تجبديه تحطيه في القدر مع كاس ماء، كاس واحد نتاع الماء على نار قليله جد هادئه، تخليه يطيب. هو راه يطلق في الماء نتاعو،
لو كان نحطه داخل ما كميه كبيره واش يدير؟ يتكمش ويولي بلاستيك. صغير الغلطه اللي يديروها كاين اللي يعوموه في الماء. لا لا دوك هنا السر انك تحطي له كاس ماء. هي قالت لك يدير 15 كيلو 20 كيلو في الريستورون تاعها، كميه كبيره ما تحطش ابدا الماء، يعني هو اللي يطلق الماء تاعو ويطيب في الماء تاعو. وشحال يطيب؟ ساعة ساعة ونص على حسب. يرفد الوقت. وإذا كان عندك كوكوت مينيت نص ساعة 45 دقيقة يكون. تهوى في كوكوت مينيت دير له كاس ماء وتبليه. هذا مكان. مين لازم يطلق الماء وتحطي له واحدة بيكربونات. بيكربونات واش راح تطريه؟ طريه أكثر. طريه أكثر. هنا نزيدوا ملعقة معجون طماطم. معجون. ونمرق. وتمرقي. نمرق لك بالسخون نحمي الماء؟ إيه. الحمي تحتاج مرق كثير ولا هذا يكفي؟ هذا يكفي ومن بعد نمرق بهذا. راح تمرقي بالبويون؟ راح نمرق بال هذا البويون انا حاطينه هنا. شحال يرفد لك وقت باش يطيب وباش داك البويون يولي؟ 20 دقيقة إلى نص ساعة. 20 دقيقة نص ساعة. قد الحوت اللي يطلق الماء تاعو. هذاك لا شير تاع البواسون هذيك تبع لا ريكوبيري ولا لا؟ تديها ولا ما تعرفش تعمليها؟ نحتاج دوك الماء هذا نمرق به والحوت هذاك نقيه ونرجع يطيب مع الخضرة. داكور. ومن بعد نطحن كلش مع بعض. تطحني الحوت كل شيء. كل شيء مع الخضر. باش تجي فريمون البنة تاع الحوت قوية. هذه هي. هاي حميت لك الماء. شكرا. نضيفه لي هنا. تغلى الحوتة. غلا 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 بزاف. شفتي شحال غلا بزاف غلا. نقولوا الحواتين، الحواتين مساكن لا حول ولا قوة لهم. لا هما مساكن كيما يخرجوا كيما يولوا يخسروا هذاك المازوت، يخسروا الوقت، يخسروا في الاخر ما كانش. هي ماشي قضية إمكانيات، يعني ما يقلهم. ما عرفناش علاش الحوت راهو ما كانش. يعني فجأة اختفى الحوت. سبحان الله. الأسماك اختفت. يا عيني شوفوا ديك الخضره اللي راها طيب وريحه الفنشم رائحه التوابل وديك الاعشاب المنسمه اللي حطيناها. اني نفكر كي كنا عندك في الريستورون يا ربي شحال ما يصدقوني. يعني شوف دو بواسون تاعها صافي زمان زمان ما ذقت حدا كيفها زعما. بصح حتى انا ما يديرهاش كيفك. خلاص اليوم تعلميها وبدا يديريها كيفك. اليوم راح نتعلم الوصفه تاعك. كل ما طيبيها تذكري كريمه. وندعي لك اكيد. خاصه الدعاء. ندعي لك حبيبتي. محتاجه. ندعي لك حبيبتي ويدعو لك حبابنا، لانهم قلت لك يموتوا على سوب دو بواسون. يقول لك معليش حتى لو حوت غالي نشيها خطا على خطا. شايفه لون المارق هذاك كيفاش تغير من قشر البصل البسباس يتغير ويعطي رائحه. شايفه؟ وهنايا ما هو السمك الرخيص كاع اللي نقدروا نديروا به مثلا سوب دو بواسون؟ هو لابويا بس هي رخيصة ماهيش غالية بزاف. هي الوحيدة اللي تقدري ديري بها لاسوب دو بواسون اللي تخرج لك كما كي حبتها انت. ياك دونك خطأ. دونك نقول لك تروح تجيبي صورير ولا تجيبي. كاين بزاف اللي يعملوها بالصورير وسردين ولاتشا وما على باليش. ما يعني يخدعوا. ما تجيش. مين الصح هذه هي. انا اليوم جبت لك باش نعطيك الطريقه الاصح. الطريقه الاصح ولا حبابنا براسكاس هذه عرفوها. تبغي ديريها روحي شري. اهم سمك فيه هو الراسكاس. في المسمكه يقولوا اعطيني سوب دو بواسون، وكون عندهم فكره انه لا سوب دو بواسون تكون من راسكاس مدام فرانسوا غالينات لاريني عده انواع من لي كونغ لي كريفيس هادو كامل يكونوا حبه 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 تكوني كيلو ولا كيلو ونص. اللي ما غادي ناكل في بلاصتكم انا صح. هذوك انا شا باقي نحنونا باقي نسنوا الخضره الطيب ونقوا ونصفيو دوك هذا دوك شويه نصفيوه نقوه بيد ما يطيب هذا الخضره نرجعوه ونطحنوا كل شيء. اوكي ان شاء الله. حنا شنو نقول لهم؟ نطلعوا فاصل ونرجعوا من بعد باسكو غادي نشوفوا ونواصل لاسول بالصلصه البيضاء على طريقه كريمه. وراح نكملوا مع بعض لاسوب دو بواسون. شو قلت لكم اليوم حلقه بلمسه كريمه حبيبتي ان شاء الله. احبابنا ان شاء الله يرجعوا بعد الفاصل باش نكملوا مع بعض احلى حلقه سمك مع كريمه بعد الفاصل. نواصل. رجعنا يا حبايبي بعد الفاصل. دايما مع كريمه مع وصفات بوهارون وريحه الحوت نتاع بوهارون. صدقوني اني هذا سوب دو بواسون تعرفوا شحال بنينه. كريمه
تعرفي شحال بنينه؟ كنا نحكوا نقصوا انا وكريمه دروك، قالت لي كريمه انا من حبي في السما، قالت لي انا كيجي عندي ضيف، كيجي عندي ضيف، قالت لي ما نحطلهش سوب دو بواسون، ماشي سوب دو بواسون، قالت لي ما نضيفوش حوت، قالت لي كشغل ما ضيفتوش وكشغل ما كبرش بيه، قالت لك حتى لو ما قدرش ياكل ندير له الحوت ويديه معاه. يديه معاه، لازم يديه معاه. صدقوني رانا في بوهارون. الان راح نضيف السمك اللي نقيناه. هاوليك هاودي احبابي، هنا معليش ليكون فيها شويه عادي، بعدنا نطحنوا كل شيء ونصفيوه. داكو داكو مامي، لا كان في شويه شوك ما نخافوش ها راح نصفيوه. درك هنا راه عندنا راح نضيف هذا المرق اللي صفيناه، درك نفهموهم كي كنا في فاصل صفينا المرق راه هنا، وهذوك الاعشاب راحوا، والحوت قلعنا له كامل الشوك نتاعو، قالت لك حتى لو قعد شويه معليش لان راح نطحنوا ونصفيوه من بعد. والمرق نضيفوا هذا المرق نضيفوه هنايا للحساء. يا عيني ريحه الحوت هنا قاعدين ناكلو ونوكلو اكيد. درك انا واش ديري هنا؟ دوك راح نطحنوها بعد ما نقينا هذاك السمك البويابس اللي غليناها وضفناها هنا الخضار، مرقنا بهذاك المارق نتاع السمك. دوك رايحين نطحنوها. شوفي حبيبه باسكو غادي كيش نطحنيها، طحنيها بلا مولينات؟ لا لا بالبرا ميكسور. بالبرا ميكسور راح نجيبها هنا باش نطحنها. انا نطحنها راني نطحنوها سنه غير شويه باسكو غادي نديروا الطبق تاعنا راح يكون سول، والسول راح تورينا كيش نقوه كيش نتحفوه وكيش نخدموه. نقي طحني هذه وانا نقي لاصول. اي ان شاء الله وريلهم فهميهم كيش ينقوا لاصول، باسكو لاصول قصتها قصه وحكايتها حكايه وروايتها روايه، يليق تتنقى مليح باش تجي بنينه. فهم؟ انا نقلع اوب بسم الله ونطحنها. انا راح نقي هذه، نحتاج واش خصك؟ موس. تحتاج كريمة إلى موس لتنقية الصول. سكين. أي روح قول. هذه لصول. نجيب البغا ميكسور ياك. أي صح. هذه لصول. بزاف ناس ما يعرفوش كيفاش نقيوها. ياك. هاي حطهم لك هنا. عريوسات نتاعو هنا. فوالا قلعي الطبسي وحطيه مور. بسم الله. دوك تقلي بالخدمي الطرف ياكم، بعد تجيبي السمن الخدمي نفتحها شويه وتروحي بشويه بشويه تقلعي هذيك الجلده ياك. انا نشوف باش اللحم ما يجيلكش معاها. ياك ما يجيش معاها. سي فري ماشي كامل يعرفوا يديروها. ماشي سهله ماشي سهله. دوك تقلعي تروحي تقلعي ديك الجلده بالعقل بالعقل، وكي اللحم يقعد يجي لك تهوديه هكذا. ما شاء الله طارت على جلده، تقلعيها غير بشويه وتطير. وهنا واش ديري؟ هذا نحيو هذا. داكو اسمع غادي نستعملوا غير الهبره ولا لا الهبره؟ هذاك الشيء حكيتوا له هذه الوصفه اللي حنا لاصول اون صوص بلانش، وصفه جزائريه اكيد. ما شاء الله ما شاء الله معروفه عندنا. انا قلت لهم عندنا 1600 كيلومتر ساحل، يعني شفتين. اكيد الجزائر والطبخ الجزائري يسخر بوصفات عديده باسماك اسماك البحر الابيض المتوسط. صح اسماك متنوعه. شنو هما الاسماك اللي يصيبوهم بسهوله في البحر الابيض المتوسط؟ كاين كل الاسماك، كل انواع الاسماك موجوده. الواحد يبحث يلاقي. لا بصح اللي منصبو يعني كثره اللي يصيدوها الحواتين كثره. كاين الكرافات هي بكثره. كاين سردين كاين ميرلون روجي، هادو موجودين. هادو اللي يطيبوهم بزاف. موجودين. رايه لا لاغي ماشي كثير لكن موجوده.
كاين واحد السمك الله يخليك بالك تعرفي كي جيت الوهران توهرني طيبوا بزاف الحوت عيطوا له الكراميل ولا حاجه كيما هكا شو كالامار ماشي الكالامار كالامار لا الكراميل كالامار صغير لا ماشي الكالامار قالوا لي كراميل فوهرني عيطوا له مش عارف كيفاش عيطوا له بالفرنسيه اسمه ويطيبوا بزاف اللي هي تماك كيفاش يطيبوه شفتي كيفاش يطيب طيبوه مراق يطيبوه بنينه بنين بزاف بزاف كاين ماشي كالامار الكراميل عيطوا له تماك الكراميل كاين انواع الاسماك تختلف من اسم لاسم في الشرق على حسب واش عيطوه كل واحد كيفاش يسميه هاي نهضر ونطحنا ايه طبعا شللها دوك راح تشليها دوك ايه نشللها راح نجيب مقلة دوك عزيزتي انا سايت حنتها لك اوكي دوك حاجه لاحظتها قلعتي غير الجهه اللي كانت فوقانيه فوقانيه هذه البيضه ما قلعتيهاش لا علاش هذه باش ما تفتتناش المقله هي اللي تشد راسها سي فري كاين اللي ما يقلعش كاع ولا يقلعهم بجوج تاع شي ما تروح كامل ما تقعد لك والو ما يقعد لك والو الوغ كو نحب نحب البنه تاعو لاصان اي تحفه ما كناش راح ندير نصفيو قبل هذيك باش نرجعوها طيب قولي لي كيفاش نرجعو لاصور قولي لي كيفاش نصفي غير قولي لي نصفيو هنا سادي نعمر هنا ونقعد نحطها في العموديه هي صحه انت ديري وانا نصفي غرف انا الغرف عندي داك الطاس اللي يفدو به الماء احنا هذا نقولو غرف هي روحي دونك هنا واش راح ديري لاصول دوك راح نخليها في الزيت نشعل على المقله هنا اها تقليها في زيت طبيعيه زيت عادي نحطوا الزيت حسره على المولينات تاع زمان تعرفي مو انت ما خدمتش بها تاع زمان مو كدير بها الشوربه تفوت فيها الخضره هذه شحال عندها مامي حبابك عندها 28 سنه ارشيف ايرا ارشيف ارشيف غير بالعقل راني ماشي غير بالعقل ساعه فيها روح حبه بون درجه الا بغيت تربح هذيك هي عندنا فار هنا يا الله هذه اللي كنسعفها صح فيها ايه هي قديمه قلت لك من الارشيف اذا ما مربي عليها الكبده ولا كيف ايه بلاكي زعما بغيتي شي واحد اخرى ولا كيف لا لا هذه عندي وحده كبيره تاع المطعم أيوة؟ كبيره بزاف وهذه زعما على هذه زعما خليتها هذه مخليتها تاع بنتي كي زادت بنتي شريتها دوك تتزوج بنتي نعطيها لها يا عيني وسي فري كي راني فوتها فيها لا سوب راه ما راهش بان كتله راه تبان بلوليس شفتي كيفاش دوكا راح نتبل السمك تاعنا شويه ملح هادشي هي بلا كنت نهضروا على الكروفات قلتي لي بلي الكروفات كيش طيبيها كيش الناس اللي كيطيبوها فيها عده انواع تاع الطبخ تحبي ديريها اون صوص تحبي ديريها صوتي تحبي ديريها غريي تحبي ديريها بينيي تحبي باني فيها عدة طرق ايوا وكان طيبها غير كيما هكا قلتي تغلي الماء وغير تغطسيها وتقلي تاع البوراك هذيك تاع البوراك هذيك تاع البوراك دوك الكروفات اللي نستعملها في البوراك تكون خضراء تغلي الماء خدي حبيبتي ونغلي هنا درنا فلفل ابيض درنا ملح وفلفل ابيض داكو راح نرمدها على الجهتين في الفرينه في الفرينه دونك قلتي لي بلي قلتي لي بلي تغلي الماء وتغطسيها وتقليها تمتم ما تخليوهاش لا هكذاك ندخلوها في المغالي ونحوها مباشره داكو
ومن بعد نخدموا باش تسهل علينا التقشير. شايفه تقشريها بسهوله انت الكريفات ما تحملش طياب بزاف ما تحملش تقعد فيها البنه نتاعها وكل شيء ما تحملش تمتم تبليها تمتم نجربوا اذا سخنت المقله ولا لا. يلا بسم الله. زدت ماكش دايره بزاف؟ لا لا غير شويه. على بالي غادي نمد الجوارين بهذا تعرف شحال كاين؟ تعرف شحال راهم دايرين؟ حق 10 اشخاص. هذه ماشي غير زياده. هذه ماشي غير 10 اشخاص هذه. زياده. بصحتكم حبيبتي. شكرا والله لا غادي ناكل. نقدر نكونجليوها؟ تقدري. يعني لا بقى ممكن نحطها في خليها تبرد وحطيها في علب وجمديها عادي. غادي نكونجليها. خليها. تنمي الفرصة كولي شبعيها مليح؟ لا غادي شبعيها مليح غادي شبعيها حتى وين خلاص. لا راني قلت اني الحبابنا باسكو سي فري خطا ديري بزاف ويقعد لك ما تقدريش تخليها تحمض تجمديها كون تخليها تشد لك نهار تشد لك ما تشدلكش بزاف تجمديها عادي تجمديها عادي. انا هذه المعلومة نقولها ثاني لحبابنا باسكو كي تقعد لك الماكلة تجمديها باسكو فعلا كي ديري كيلو يغرم لك العصوب تغرم نخليوها فقط تبرد مليح باش ما تسدلناش ومن بعدك نخبيوها. لكن صدقوني رائحة بزاف بزاف شابة بزاف بزاف شابة شبعي بالريحة أني شبعت بالريحة صدقيني أني شبعت بالريحة فكرتيني في العهد الذي مضى مع لامولينات تاع صغيرة ودي شفتي ولا عزيزتي صاي طحنتها لك كامل شنو نزيد لها هنايا؟ لا شي ما نزيد لها ما؟ نزيد لها الماء بسم الله ما يكون سخناته اي ما سخون يكون مليحك؟ سيدي نزيد شوي يكفي يكفي وهنا سايت منها؟ هنا نرجعوها تغلي مرة ثانية زادت تغلي بها هنا بسم الله والصوله تقلات لك لا الصوله تقلات شفنا اللي شدت راسها عطيني واش نعطيك صح فاش نحط هادو لا الصول لا الصول اه بسم الله ما شاء الله عليها قاعده تشد راسها هكذا دوك نديروا لاصوص تاعها في هذه لاصوص تاعها كيش ديريها عندنا ملعقة زبدة واحد يكفي ندوق يا الله بزاف يعطيك الصحة يعيشك يعطيك ألف صحة صحتك واش خصك هنا؟ عندنا لا مارغارين لاصول وا ملعقة نجيب لك حاجة تحتاجيها؟ نحتاج عصري القارص نعصر لك قارص هنا الثوم توم راكي بشرات هنا اها سمحتي حبيبه ديري ريكيبيري لو جو عندنا شويه ثوم مبشور كنت حطيتي هنا حطينا زبده وثوم مارغارين مارغارين وثوم ملعقه كبيره نتاع ثوم صغيره صغيرة عندنا ملعقة صغيرة فرينة خصك واحد زوج نص يكفي 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 هذا يكفي ملعقة خصك مغرفة هاي تمك
قلت لك دار دارك ينعس لك ال ديري ان غو شويه واه هنايا نطي غرفه فرينه ما واش حدي فيه عندنا عصير ليمون دوك نص عصير ليمونه نص عصير ليمون عندنا شويه ماء شويه ماء هاد السلطه اللي ديريها ديريها دائما هادي اه نديرها تتمشى مع لاسول تتمشى مع السبادون اها مع الدوراد ونقعدوا نخلطوا انا نموت على الدوراد غويال طيبتها شحال الفطره اه ونصيبوها هنا ما شاء الله بنينه بزاف كاينه متوفره خصوصا هالفتره راهي موجوده متوفرة. ايه كنا حكينا ثاني قلتي لي باللي السمك فترات يعني هاد الدرو قلتي لي بدروك حلوا لا بيش دو كوفيت غلقت اه وغلقت الصياده تاع الحوت باسكو راهم يتوالدوا دروك يتكاثر دروك يتكاثر دروك هنا حلوا نتاع 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 الكروفيت تاع الكروفيت دروك نصيبوها بكثره اكثر دروك راهي رخيصه الكروفيت في هذه الفتره راهي رخيصه دروك كيما هكا غلقت الصياده تاع دروك الصياده تاع الحوت يحط فيه يفتح غلقت حتى لسبتمبر سبتمبر تعاود الروبخون ان شاء الله واش خص نضيفوا شويه معدنوس هذا الحار هذاك راح تستعمليه هريسه نستعملو من بعد تعاود تردي فيها السول دوك هنا درتي مارغرين درتي فيها توم شايفه الريحه كيفاش راهي روعه راهي عباقه وي زدتي لها من بعد عصير عندنا شويه ملح وعندنا فلفل ابيض صوص ما شاء الله شايفه الريحه روعة روعة حتى ما تتكسر نهزها ما تحاولي عليها باش ما تكسرلكش نقلبها دوك ولا سوب دو بواسون بعد اللي قلاها حوايج واحد اخرين ولا صاي صاي دغري تغلي وصاي دوك تغلي نخدموها بالصحة والراحة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دوك هنا واش نديرو صاي بور لا سول دوك عندنا لا لوش فين راهي لا لوش راهي درتهالك هنا لازم كي تكون تغلي حنا رانا نخلطوا فيها من تحت للفوق ما تحبسيش تخلط عليه حتى وين تبدا تغلي كي تغلي نحبسوا باش ما يتحرقناش الحوت داكو تقدري تطلعي فيه باسكو غادي يحبط لتحت تقدري تطلعي فيه كي تبدي تغلي صايي متاكده انه تغلي كي تغلي نحيوا لها هذاك الوجه الفوقاني اللي غلا باش ما تفسدناش كي نخبوها ما تفسدش كي تقعد تغلي هذاك الوجه الفوقاني نقلعوه هذيك الرغوه اللي دير هذيك هي اللي تفسد لنا لاصو داكو كان ما تنحيهاش لاصو تاعك ارميها دوكا خلاص نطفي الفرن تاعنا راهو جاهز صاي هذا ما كان هذا ما كان ياي دروك وهنا واش باقي ناس تغلي نطفيولها هذا الرغوه هي تقليها هي نحيوها بشرط حتى تولي تغلي تغلي كي تغلي نحيوها دروك هنا والهريسه والمايونيز هذه نخدموا بها لا روي نقدموها مع لاصو وكيش نخدموا لا روي دروك نخدموها دقيقه نجيب لك كاش حاجه تحتاجيها دروك باش تخدمي لا روي لا هذه ندير فيها هذه يكفي جي مغرف انا مقلقه وقتاش تاكلي واه قلتش ناكل عندنا ملعقتين تاع مايونيز وملعقه واحده هريسه تكون كبيره نزيد لها شويه كيش عيطوا لها هادي لا روي لا روي كيفاش تقدميها يعني كي تاكل تحطي لها سوب تحطي معها هاد الصوص مع البانكري تقدميها الخبز المحمص اها دوك هنا والثوم هذا المبشور ثاني نضيفوه نزيد لها شويه هنا الثوم اختياري تحبي نحب نضيف لك هكا شويه مليح شويه يكفي اوكي وخلاص هاي وجدت لهو هاي وجدة فوالا يا حبايبي قلنا باللي سهله لا سوب نتاعنا سر الاحتفاظ بها كي تقعد تغلي هذيك لازم تغلي هذه ولا هذاك الرغوه هذيك الرغوه اللي فيها لا سوب نتاعنا راه واجدة لهو نتاعنا راه واجدة اللي قدموها بانغري غادي نحمصوا ونتلاقوا
على احلى سفره، سفره بهارون 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 بايدي بايدي كريمه ان شاء الله. ان شاء الله وحتشموا الريحه. طابلتنا اليوم راها بهارونيه تيبازيه، وكريمه راها ضيفتي، بصح انا اللي ضيفتها لانها هي اللي طيبت اليوم، طيبت لي سفره سمك ولا اروع بحريه، سفره بحريه. رانا لا سوب دو بواسون اللي درناها مع بعض، رانا السول لا سوس بلونش اللي درناها مع بعض راها تشهي، درت لها شبت، قالت لك صبتوا في شرشال، شتي مشرشال مشرشال صح. شوفي غادي نسقسيك بعد، درنا سلطه دو بول ودرنا درنا البوراك بالكروفات، كيش درتيه؟ بون درنا في كروفات ولا فارس، درت فيها حبه طماطم شويه ثوم شويه بصل مبشور ومعدنوس وتوابل بزابني وكرافات. طبعا الاساس هو كرافات. في الماج هنايا فماج طازج بزابني الكرافات، قلنا غطسها ندخلوها في المغالي، ندخلوها نخرجوها تمتم باش تسهل لنا التقشير تاعها. وبعد ما نتبلوا هذيك التقلايه اللي قلنا عليها البصل والثوم والطماطم كيت مع توابل، نطفيو عليها كيت تقلى مليح، نطفيو عليها ونضيفو لها المعدنوس والكرافات اللي كنا نقيناها، ما نعاودوش نرجعوها فوق الفرن. والاخ وسالاد دو بول جات فيها راها سالاد دو بول فيها البولب الاساس طبعا اللي قلنا ينجمدوه ينديروه ينضربوه، هذه هي نعطولو خبطه طايحه مليحه. تتبيله فيها زيتون كوبي، فيها كورنيشون، فيها الذره مايس، فيها معدنوس، فيها الثوم، فيها القارص، فيها مغرفة خردل، خل، زيت زيتون وكمون. دي الكمون لازم لازم يكون تحفه من تحف الطبيعه بزاف. صحتك 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 حبيبتي. يو جربوها صاد صاد هاد الشهي ما شاء الله. هاد تحفه راك تشوفي سفره بحريه كيما هاك، صدقوني حابه كامل نعرضكم هنا كامل تاكلوا معنا ان شاء الله. انا فعلا هاد الشهي هنا، هذاك الخبز اللي درنا خبز حمصنا خبز هادي باكيت حمصنا ودرتي فيه هذيك لاغو ديسيناه بلا بوشادوي ينتكل هكذا. كيش فات في داري روعه، ويعطيك الصحة على الدعوة. ربي يخليك حبيبتي، وإن شاء الله إن شاء الله نزيدو نتلاقاو في فرص أخرى أكيد. والمرة الجاية إن شاء الله نعزمك أنا عندي أكيد 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 حبيبتي أكيد حبيبتي. أنا ديجا شفت الريستورون تاعك وما شاء الله مرحبا تحفة. أكيد مرحبا فيكم أنتو والطاقم كله، مرحبا عندي في مطعم نجمة البحر في بوهارون، تشرفوا وتنوروا. ربي يخليك حبيبتي، انا نورتيني، نورتي دويرتي ونورتي ديور حبابنا اللي راكي ضيفتاني عندهم. انا نقول لكم الصحه والهنا، حنا غادي نستمتعوا معاكم وبيكم، تهلاو لي في رواحكم، قول لهم سلام سلام ورمضان كريم بسم الله حبيبتي.